مش قال لك بالنظافير تمهيدا لتعليمات سيد القائد العام. تم تجهيز قافله بناء على تعليمات سيد رئيس هيئه الاستثمار العسكري، قافله تحتوي على المعدات الطبيه وعلى مواد غذائيه وكحولات ومواد تساعد على الإغاثة في مدينة درنا، ونترحم على أرواح شهداء بإذن الله في مدينة درنا من أخواتنا وأهلنا. نسأل الله العلي العزيز أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته. موفقين إن شاء الله.